كما زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل ظهر أمس منصة إمارة الشارقة ممثلة بهيئة الشارقة للكتاب، مطلعا على مشاركتها في الدورة 46 من معرض لندن للكتاب 2017، إضافة إلى مشاركات الأجنحة الإماراتية والعربية، كما التقى سموه ممثلي وسائل الإعلام المختلفة. في قاعة معارض أولمبيا بلندن، زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منصة إمارة الشارقة ممثلة بهيئة الشارقة للكتاب. وكان في استقبال سموه لدى وصوله جناح الإمارة كل من سعادة سليمان المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وسعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة أحمد بركاض العمري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة عبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام اتصالات الإمارات الشمالية، وسعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة محمد جلال الرئيسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، ومروى العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إلى جانب عدد من أصحاب دور النشر والمثقفين وممثلي المؤسسات الثقافية في الوطن العربي. وتعرف سموه في مستهل الزيارة على ما تضمنته منصة الإمارة من مشاركات ثقافية متمثلة في إصدارات أدبية وثقافية عرضتها هيئة الشارقة للكتاب، بالإضافة إلى مشاركات لكل من منشورات القاسمي ودائرة الثقافة ومجموعة كلمات للنشر والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين ومشروع الثقافة بلا حدود. واستمع سموه إلى شرح من مجد الشحي مدير مبادرة ألف عنوان وعنوان حول مستجدات المبادرة، إذ تم استكمال 65% من عناوين المبادرة بما يقارب 700 عنوان إماراتي عربي. هذا وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة في جناح الإمارة إطلاق النسخة 9 من جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شركة اتصالات. وأعلنت الجائزة عن استحداث فئة أفضل تطبيق تفاعلي لكتب الأطفال واليافعين، وسيحصل التطبيق الفائز على جائزة مالية بقيمة 100,000 درهم. كما أعلنت إدارة الجائزة عن زيادة الدعم المخصص لبرنامج ورشة لتصبح القيمة الإجمالية للجائزة 1,200,000 درهم. وفي جناح هيئة الشارقة للكتاب التقى صاحب السمو حاكم الشارقة بممثلي وسائل الإعلام، وتحدث إليهم حول أهمية القيم والأخلاقيات الإسلامية والعربية في مواجهة الظواهر والمساعي لنشر المفاهيم والأعمال غير الأخلاقية. احنا نتمنى يعني ان في هذا العالم العربي بالذات يعني المضطرب يكون هناك شيء من العقلانية في الدعوة إلى حفظ هذه المنطقة، ليس بالرشاش فقط وليس بالعقوبة فقط وليس بالتعذيب والنهر، لا، لابد بالتربية. التربية تأتي من البيت، أولا ربي الأب والأم وبعدين خليهم يربون الإبن وبعدين نطلع جيل صالح. يعني أسوأ وضع في الأمم وضعنا نحن في العالم العربي، أينما اتجهت تلاحظ المصايب، أينما قرأت صحفكم هذه كل يوم مع الأسف تشاهد الدم والخراب والقتل، ويعني حاجة يعني يندى لها الجميع. عشان هذه الفترة أنا كيف أخرج منها بهذا وليس بهذا؟ مثل ما كنا زمان، نحن الآن في جاهلية أخرى، خاطب التلفزيون وخاطب صحافة وخاطب كذا. أنت إذا شفت شيء، وأنا أحط لك هذه الأمانة، إذا شفت شيء من فضلك لا تحط، تذكرني أنا. يطلب منك طلب خاص واحد كأبوكم جميعا، تحط هذا لأن هذه تأثر علي، كأنك ترمي حجر قدامي تعثرني في مسيرة الأخلاق. ولذلك مرات يعني كتابات، أنتم ما شاء الله عندكم يعني جرة القلم سهل بالشطب، استعملوا سلطاتكم، ما تحط الرذيلة، ما تحط الكلام الفاضي
ما تحط الكلام اللي يفرق، الكلام اللي يجمع. اليوم نحن في مصيبة، احنا كعنصر عرب يعني يا نكون أمانة بصراحة. انت لو تشوف القتل اللي فينا مش شوي، اطلع بس من هذا العالم العربي ما تلاقي بعض. انظر الى العراق نقتل بعض، انظر الى سوريا نقتل بعض، انظر الى ليبيا نقتل بعض. الله ليش نشوف اليمن نقتل بعض؟ طيب نحن ليش نحن اللي نقتل بعض؟ هل هذا يحدث بدون دمار؟ لا، الأخلاق دمرت، الأطفال شردت، القيم راحت، الموروث الشعبي راح، الموروث القومي راح، كل حاجة راحت. أنت لما تيجي تشوف الآن منظر من مدن سوريا، وحتى الآن بتشوف الموصل نفس المنظر، وحتى ليبيا كذلك، هل هذا المنظر الحين منظر الناس متحضرة؟ بنايات مهددة مهدومة، كل شارع، كل منظر يعني صراحة يعني لابد الكل يصرخ يقول كفاية كفاية. يعني حتى لو آخرين يعني عاملين فينا هذا، نحن نروح ونقول لهم كفاية. إذا هنا خلل في أخلاق، صلحت هذه الأخلاق يا ما صارت هذه الأمور. لكن تصلح الأخلاق بإيش؟ بالالتزام، بالدين، بالإيمان. ونأمل إن شاء الله يعني وسائل الإعلام أن تدعو لذلك. العمل الصحيح أنك ترجع إلى المجتمع في مكونات الأساسية من الأب والأم والأولاد، هناك العمل. مش لازم ياخذ ثقافة، بس خل ياخذ تربية. والعالم الإسلامي هذا والعالم العربي جزء منه. لو نحن نشوف ما حصل هذا العالم الإسلامي من هؤلاء العلماء المسلمين المخترعين في كل الأحقاب التي فاتت، لا نقول هاي العرب ولا مسلمين. ليش؟ لأن هذا التطور ما هو. ولذلك لما أقول مسلمين ما أجلس أنا أحلل هذا، أقول هذا أصله تركماني ولا أصله فارسي ولا أصله، لا، أنا أقول هذا مسلم. ولذلك نحن نريد نعيد يعني هذا المنطق مرة ثانية، نترفع عن العنصرية، نترفع عن الفرقة، نبحث في كل الوسائل ما يجمعهم. كما كشف صاحب السمو حاكم الشارقة خلال لقائه بالإعلاميين عن إصداراته الأدبية الجديدة. أنا لي الآن يعني 3 إصدارات تطلع، يعني إصدار واحد عن مخطوطة مفقودة من حوالي تقريبا 200 سنة والعالم يفتش عليها، وبرتغاليين كذلك يعني، وهي وقعت في يدي أنا، وأنا أصدرها إن شاء الله بحجمها بشكلها بالضبط، خدمة للمراكز البحثية اللي هي تحتوي رحالة كان في الخليج ووصف السواحل كلها، وهذه خدمة لي والجزيرة العربية. والكتاب يعني بيكون ضخم إن شاء الله، وفيه بثلاث لغات يعني عربي إنجليزي برتغالي. فهذا واحد إن شاء الله بعد يصدر في معرض الكتاب. عندي كذلك كتاب اسمه النيو دين، هذا تكلمت فيه أمس، وهي مخطوطات أوامر صادرة للمعاملة السيئة للمسلمين في الأندلس، وهي وثيقة يعني الكتاب كله وثيقة محامي يرافع عن المسلمين في قضية أعرضها على الشعب الأسباني وأقول إني يهودي واستطيع أن أدخلها المحكمة وأخذ بها. وهذه أكبر
أكثر شيء أنا يعني أكتب فيه يعني ذا مهمة تخدم الإسلام، فهذا واحد من الإصدارات. الإصدار الثاني أعلنت عنه أمس، وهو من الشارقة بين الاستعمار وبين الحماية والاستعمار. وأنا طبعا هنا اليوم اللي قبل تكوين دولة الإمارات يعني كانت الشارقة قاعدة عسكرية كاملة بأعداد كبيرة من الجيوش، خصوصا التي نقلت من العدن واستبدلوا بها الشارقة. الشارقة هذه محطات تجارية، هذا الاتفاق اللي بيننا وبينهم، وشوف هم شو عملوا هنا ووصلت إلى هذه. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى يعني أنقذ هذه الدولة بوجود دولة الإمارات يعني، ولا هي فترة عصيبة يعني. فهذا الكتاب إن شاء الله يرد في معرض الكتاب إن شاء الله. بعدها وصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي جولته في أرجاء وردهات معرض لندن للكتابة، وزار ركن أكاديمية شرطة دبي وجناح مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة وجناح معرض أبوظبي الدولي للكتاب. كما عرج صاحب السمو حاكم الشارقة إلى الجناح الإنجليزي العالم يقرأ، واطلع على ما يقدمه الجناح من أنشطة ثقافية وإصدارات علمية. أحمد يبان نطلع كتاب في دقيقة.